احنا مازال الاخوان في دوفيو، هذا الجزء الثاني من الفيديو ان شاء الله. فين غنمشيو؟ اسميت الريستورون كافي فولي. نمشيو لفولي الاخوان. انا هي ما صراحه ما عرفتش سميتها، خصني نسول على نعطيكم معلومه صحيحه، نعطيكم ما هو صحيح وما هو جميل. ايوا الاخوان راكم تمشيو معايا دوفيو، حنا شفناها. غنمشيو نديرو واحد القهوه بوز كافي ونشوفوا هذا المكان الجميل والمكان الرائع، وتعيشوا معايا الاجواء. البصر خوتي تزعن اللي جلسنا فيها واستمتعنا فيها هي هادي. نكملوا الجوله ديالنا. المكان الاخوان اللي اخترينا لكم هو هذا فولي ريستورون، ونشوفوا الى فيها كافي. ضروره تكون فيها الاخوان انجليزه زونه. نشارك معكم طبيعة الحاجه، تشوفوا معي السميه، تشوفوا معي المكان الجميل والمكان الرائع. وهذا كيف شفتوا معي الاخوان دوفيو، هو هذا شاركت معكم في الفيديو السابق. يلا غندخلوا نشوفوا فولي ونتعرفوا على مع بعضياتنا. وهي بلاصه زوينه، ونشوفوا معهم الميني ونشوفوا شنو عندهم، ونشارك معكم الاخوان المكان الرائع والجميل السياحي. ها بلاصه سياحيه، بلاصه ديال البحر. البحر الاخوان راه هو هذا اللي انفاصل من الشيء. بالنسبه للاخوان هذا الماكينه هذا راه داير واحد الضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبه لتيك توك انستغرام. انا ما كنتش عارف ان كاينه في دوفيو، مني بانت ليا ضروري خصني ندير فيها فلوق ونصورها معكم ونكتشفوها ونشوفوها من الداخل ونتعرفوا عليها جميع. بالنسبه للاخوان انا مني شتها قلت غادي نمشي وندير فيها قهوه ونشارك معكم المكان وتعرفوا على البلاصه وتعرفوا على فولي من الداخل. بالنسبه للاخوان مني دخلنا لقينا البلاصه هذه فيها ريستورون ما فيهاش بوز كافي. اخوان غادي نشارك معكم المكان وتعرفوا عليه، وغادي نشوفوا البلاصه هذه كيف عامله، وتعطونا الراي ديالكم على البلاصه، واش فايتين جيتوا ليها، فايتين انك مريحش في هذا الريستورون هذه، كيف جاتكم وكيف جاكم هذا الفيديو هذا، وكيف جاتكم دوفيو من الداخل في الفيديو السابق. هادشي كامل غادي نشوفوا ان شاء الله في هذا الفيديو، وتعرفوا معي الاخوان والاخوات. العشران كنت باغي نشارك معكم البلاصه تعرفوا عليها، ولكن غادي نوريكم البلاصه، ولكن ما نشاركش معكم الموني وما نشاركش معكم البلاصه فين غادي نريح. علاش؟ البلاصه فيها شراب وفيها ريستورون. اذا اخوت ما نشارك معكم لا ريستورون ولا ليبير. عندي لكم جوله خفيفه تعرفوا هذا المكان، كملوا معي الفيديو حتى الاخير. الوليدات هاد الجوله هذه اللي بغيت نديرها معكم بالنسبه للناس اللي باغيين يكتشفوا على فولي وباغيين يتعرفوا كيف دايره من الداخل ويتعرفوا على الاجواء. بالنسبه للاخوان فيها ليبير، انا ما نكذبش عليكم شي حوايج اللي فيهم ليبير ما كنبغيش نشارك معكم بزاف، كنحاول نشارك معكم ما هو عائلي وما هو يعني البلاصه اللي تقدروا تمشيو ليها وترتاحوا فيها وتدوزوا فيها وقيته زوينه. هاد البلاصه زوينه ما نكذبش عليكم، ولكن ماشي ديالي، ما نكذبش عليكم الاصدقاء. ندير واحد الجوله خفيفه في البلاصه هذه ونتعرفوا على المكان ونشوفوا البلاصه الزوينه. بالنسبه للاخوان فولي بلاصه واعره تري كالم، ريستورون تقدروا انكم تجيو تاكلوا فيه داكشي اللي بغيتو. عاد الاخوان كاين بيسين، كاين البلايص يعني اللي تقدروا انكم تجيو تدوزوا فيها وقيته ديال الصيف، حتى هي زوينه. بالنسبه للفيديو الاخوان هو هذا، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد بلاصه جديده واكتشاف جديد دائما على قناه مروان فلوق.